الخير. نعم، صباح الخير دعاء، صباح الخير مجحم. طبعا هنا يحلو اللقاء ويحلو الصباح من البادية الشمالية الشرقية، وبالتحديد من منطقة صبحة اللي بتقع على بعد 35 كيلو متر من محافظة المفرق، وبتضم 6 إلى 7 مناطق يوجد فيها العديد من الآبار الجوفية، ويبلغ عددها حوالي 82 بير ارتوازي. يبلغ عدد سكان هذه المنطقة حوالي 10,000 نسمة، وهم من عشائر بدو الوسط وبدو الشمال. بتضم كمان عدة شواهد بتدل على أن هذه المنطقة هي مهد للحضارات الرومانية القديمة، بتمتاز بطبيعتها الصحراوية الجافة وجبالها الجوفية، وبتشتهر بالزراعة وتربية الماشية وتربية الإبل. طبعا مشاهدينا اليوم راح يكون إن عدة إطلالات من هذه المنطقة الرائعة، راح نتعرف من خلالها على الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، وأيضا راح نتعرف على أهم مشاريع هذا الصندوق. والآن مشاهدينا راح أترككم مع المحترف أنس عواد في إطلالة صباحية من هذه المنطقة الجميلة في هذه الإطلالات الرائعة. صباحكم مليء بالأمل والنشاط والسعادة إن شاء الله.